تنصحوا بون هو الى الطالون لابريسك هوشا هوشا قلت لي دار بوز اي تو دونك الحاجه الاولى اللي يحوس عليها الفنان دافوار ان بوبليك هذه حاجه صعيبه كاع حتى الناس كاين الناس فنانه وعندها موهبه لكن يعني ما عندهاش بوبليك كبير هذا صنع الحدث في الاغنيه الاولى اللي غناها دونك ديجا عنده حاجه مليحه دونك ان كونسي كما كاع الفنانين اللي يقدروا ينصحوك لا كونتينيتي دونك من الفوق تو دو افوار دي سينجل دي كليب دي البوم وما تحبش وحده مرتها هكذا ان شاء الله بوغ افوار اون كارير ريش تري ريش.